لو الحكاية فيها إن فيدي أستاذ دينا أبتدأ في المنتجة كانت بتتكلم على حجم السوق المسابقة اللي فاتت كنا 7 مليار السنة دي في 9 شهور وصلنا 14 مليار طبعا الرقم في ظاهره جيد في الزيادة 3% إنما يعني برضه نحلل هو ممكن يكون في طفرات لن تتكرر أم لا في بعض العقود فيها ضخمة في حفرات وما إلى ذلك قد تكون هي سبب من أسباب هذا الارتفاع إنما إجمالا لا شك إن في أسباب أخرى. طيب إحنا ليه كهيئة وكمصر المفروض نبقى مهتمين بالتأجير التمويلي؟ لأنه نظرا لأن هو البديل الثاني دايما بعد الإخراج المصرفي بنرى انه الشركات الصغيره والمتناهيات الصغر قد يكون هو البديل العملي الوحيد للصعوبه النسبيه في الافراد المصرفي زائد انه هناك مخاطر اعلى بحكم صغر الحجم ومهارات الاداره الموجوده وبالتالي نقدر بضمانه المعده والاصل المؤجر يشجع الناس اكثر انها تمول باقي الصغار لانه كان في ذهننا انه نبتدي يبقى في صيغه تمويل للمنشات المتناهيه الصغر. المذكر لحضراتكم انه تمويل المتناهي الصغر النهارده القيمه تصل حتى 100,000 جنيه ففي مجال لدخول معدات والات في حدود هذه القيمه ومع الوقت ممكن نزودها. الارقام اللي بنقولها لما نبص في العالم هنلاقي العالم حوالي 900 مليون دولار تقريبا في حجم التأجير التمويلي، افريقيا كلها 87 مليار دولار يبقى رقم صغير جدا، ومصر بالتأكيد لما نقارن ما زال المجال طويل، لو قارنا دولة زي مثلا تركيا اللي هي يعني من الاقتصاديات اللي نقدر نقارن معاها هنلاقي ان هم تقريبا 8% في قيمه التاجير التمويلي بالمقارنه بمصر. برضه نذكر انفسنا ومعانا الدكتوره شاهيناز واكيد هنخش في تفاصيل اكثر بحكم انها رئيس الجمعيه المصريه للتاجير التمويلي. الكلمه مضاده شويه. في نوعين من التاجير التمويلي احنا في مصر نعرف واحد هو المنتهي التملك. بره في ايضا التاجير التشغيلي وبالتالي الارقام اللي نراها عالميا بتجمع الاثنين فبس دي عشان نبقى حريصين ودي طبعا مطالب السوق في تشريع مصر الجديد او عند تعديله ناخد في الحسبان هذا التأثير.